أولا كنشكر كنشكرك الأخ هشام على الاستضافة. وبطبيعة الحال حنايا اليوم كنعيشوا ظروف ديال المناقشة ديال الميزانية الدولة بصفة عامة والميزانية الفرعية بطبيعة بصفة خاصة. فيما يخص طرحتي سؤال هو مضبوط، تقول بأن ما هي المستجدات. خاصنا نعرفوا بأن أولا الحكومة نصبات هذه الله واحد شهر ونص شهرين، إذن القانون المالي راه كيتهيئ 6 شهور قبل ما ندخلوا لشهر أكتوبر، يعني راه كيتهيئ في أفريل كيبدا يتهيئ. بطبيعة الحال الحكومة الحالية دارت البصمة ديالها باش يكون داك القانون المالي اللي تهيئ في من أفريل هو كيتهيئ، يكون عنده توجه ويكون عنده واحد التوجه اللي كيتبنى عليه تصريح الحكومة. ولهذا ممكننا نقول اليوم بأن هذا القانون المالي بطبيعة الحال عنده هذا التوجه ديال الملائمة مع التصريح الحكومي، وبأنه قانون مالي غادي في توجه اجتماعي بامتياز. بطبيعة الحال واش كل التزامات الأحزاب السياسية المشاركة اللي في الحكومة موجودة؟ أنا تنقول كما قلت في واحد التدخل ديالي، قلت بأن هذا القانون المالي غادي نحاسبوا عليه الحكومة حقيقة هو القانون المالي ديال 2023. هنا غادي تكون الحكومة عندها سنتين باش تهيئ البرنامج ديالها، ولكن رغم ذلك يمكننا نقولوا بأن اليوم وزارة المالية أعطت اهتمام بامتياز للتعليم والصحة والتنمية البشرية. بطبيعة الحال ماشي بهذا القضية غادي نحلوا جميع الإشكاليات، ولكن بان بأن واحد التوجه، وهذا كنعرفوا بأن أولا التوجه هو إرادة ملكية، وكذلك نزل طبقا البرنامج الاقتصادي التنموي الجديد اللي كيرتكز على ثلاث: التعليم والصحة والتنمية البشرية. وكذلك القانون المالي جاء في هذا التوجه، ولهذا كنشوفوا اليوم تقريبا 9 مليار ديال الدرهم تعطات ما بين التعليم والصحة. هذا أول رقم مهم، ولو بأنه ما غيعطيش واحد الدفعة كبيرة لتنمية هذه القطاعات، ولكن ما يمكنش عاوتاني كذلك تطلب كل شيء في واحد الظرف ديال شهرين باش يمكن تحقق الجميع. إذن أنا كنتفهم بأن الدولة الحكومة الحالية خدات هذه القرارات باش تعطيها الطابع الاجتماعي لهذا القانون المالي، وحتى يكون ملائما مع ما جاء في التصريح الحكومي، ولكن كذلك ربما التوجه الحقيقي ديال الحكومة غيكون بالنسبة للميزانية ديال 2023. لا، أولا الحزب الاستقلال هو في الحكومة، والفريق البرلماني سواء في الغرفة الأولى ولا الثانية متضامن في توجه الحكومة. احنا هذه شغل الدولة، ما كنلعبوش فيه، شغل الدولة. بطبيعة الحال لابد يكون عندنا واحد الحرية ديال التعبير. هذا لا يعني ملي كندير واحد المناقشة ربما اللي كنقوم بها واحد السياسة وكنبني على واحد الملاحظات، هذا يعني بأنني أنا معارض للحكومة. لا، وبالتالي الحكومة خصها تسمع جميع الآراءات، راه كتسمع الآراء ديال المعارضة، ولكن حتى الآراء الأغلبية ربما راه كتعطيها آراء أخرى، ماشي آراء معارضة على التوجه الحكومي. لا، هذا نقاش اللي هو حوار كيكون ملائم ومكمل للتوجهات الأغلبية. إذن الناس كتفهم بأنه بعض المرات شي مواقف من هذا النوع كتفهموا هي في المعارضة. لا أبدا، أولا نحن يا الناس مسؤولين، وحزب استقلال حزب وطني، حزب استقلال حزب وطني، وكيعرف شنو هو الاحترام ديال 90 شعب العام. وبطبيعة الحال الفراق ديالو سواء في الغرفة الأولى ولا الثانية ما يمكن يكون غير في هذا التوجه، لأن احنا أولا عندنا التزام حكومي، واليوم اعتقد بان الحكومه تشتغل في جو من اخويه ومن ملائمه في الاراء في الراي، واتمنى بان الامر يبقى كذلك. هذا لا يعني بان غنتنازلوا عن المواقف ديالنا، هذا لا يعني بان التوجهات ديالنا اللي امنا بها واللي التزمنا بها امام المغاربه غادي نترجعوا عليها. لا،
احنا النهار اللي دخلنا لهذه الحكومه دخلنا على واحد برنامج متكامل معها، سواء مع الحزب الاصاله والمعاصره او لا التجمع الوطني الاحرار. اذن كاين اراء، ومن بعد وقفنا اشنو هو التصريح الحكومي، وما يلزمنا اليوم هو التصريح الحكومي. اذن تصريح الحكومي الحزب كيلقى راسو فيه، والتجمع الوطني كيلقى راسو فيه، وبطبيعه الحال الحزب الاصاله والمعاصره كيلقى راسو. هو صعيب باش تقوم هذا الشيء، لان خاصك تسنى سنه كيجي وكي رئيس الحكومه كيقوم العمل ديال الحكومه، واش اشنو درنا في هذه السنه، المنجزات، الالتزامات ديالنا واش كتكمل كتمثل 25%، لان انا قبضتي في 5 سنوات عندي واحد برنامج كامل، واش اليوم في السنه الاولى واش درت 20% من البرنامج. وانت غادي هذا تكون كيكون في سنه بطبيعه التشاور والاتصالات ما بين الائتلاف الحكومي هو قائم. الان ما كنعتقد كاين مشاكل ما بين زعماء السياسيين اللي كيمثلوا التحالف الحكومي. اليوم ما يمكنش هذه الحكومه في ظرف شهرين تطلبوا منها تعطيكم تقييم ديال كل شيء ومدى انجزها. هذه الحكومه الا كانت غادي تنجح راه غادي تنجح، ولكن ما تحكموش عليها بالفشل في الاول الوهنه ديالها. هذه الحكومه الله قالت بسم الله. انا اللي تنقول اليوم بانه هذه الحكومه لا بغيتوها تنجح خليوها تنجح بالالتزامات ديالها، ونحكموا عليها في كل سنه في التقويم ديال العمل الحكومي. راه الا كانت غادي تخسر وبرهنات على فشل ديالها راه المغاربه غادي يحكموا عليها بطبيعه الحال، ولكن ما يمكنناش نجيو حنا في الشهرين الاولى ونبداو نديروا بعض الامور كاننا بغينا نصفوا الدماء ديال هذه الحكومه للعمل ديالها في المستقبل. كنعتبر بانه المنطق السياسي اليوم خصنا نكونوا واحد المستوى اللي كنديروا حتى المعارضه، خصها تكون واحد المعارضه اليوم وطنيه ومناضله. حتى المعارضه ما بقاتش في الفكر القديم المعارضه من اجل المعارضه او النقابه من اجل النقابه. راه اليوم خصنا يكون عندنا جوج نقاط، المعارضه والنقابه تكون مناضله ووطنيه، باش كيكون عندنا حتى اذا كانت الحكومه اشتغلت مزيان وعطات واحد النتيجه مزيان خصنا نعرفوا نقولوا تبارك الله عليك. ولكن ماشي غير تشتغل ولا ما تشتغلش راه انت خايبه، لا، خص يكون عندنا هذه الروح الرياضيه السياسيه. لا كان شي واحد يشتغل مزيان ملي كتقول له مزيان راه كتجي تعطيه واحد الشجاعه اكثر باش يمكن ليه. ولكن الا بديتي يعني انت مليون انت فاشل الى غير ذلك راه ما الامور ما واش داك انت بغيتي تنصف النجاح ديالو هذا كلام، ولكن لكن انت باغي تعطي لهذه الحكومه القوه ديالها باش تشتغل لصالح اولا الوطن والمواطنين، راه ماشي لصالح شي فئه، لصالح الوطن والوطن والمواطنين. واذا خليها دير وكتحاسبها في ظرف سنه. اما انا كنعتبر المحاسبه في بعد شهرين لا يعني لا وزن لها، لان الحكومه الله بدات الله بدات كاين الوزاره الله كيفهموا الملفات ديال وزاراتهم، يعني ولا عندهم توجه ولكن الله كيفهموا الملفات، الله كيديروا لقاءات مع المديرين ديالهم. الا اذا راه ماشي هذا قضيه يعني محل كتحلو كتبدا فيه تشتغل، لا، كاين امور كتكون مضغوطه. هذه حكومه تحت رعايه احزاب سياسيه، هاد الاحزاب السياسيه كيشوفوا الوزراء ديالهم التوجهات ديالهم السياسيه كتحترم، خليو الامور تشتغل. وفي ظرف سنه كتكون اللقاء ديال رئيس الحكومه مع البرلمان، لان يعطي التقييم ديالو ديال سنه، وكل حزب خاصو يشوف التقييم ديالو مع المناضلين ديالو كذلك اللي هو مشارك الحكومة. واش حقيقة حنا في هذه الحكومة ما هي إضافتنا؟ واش البرامج ديالنا ماذا نفذت فيها؟ واش غادي في واحد الطريق صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الشيء غادي يوقع لكل حزب، لأن حنايا اليوم اللي جابنا هما المواطنين، واللي غادي يقدروا يزولونا هما المواطنين، وبالتالي أي حزب يحترم نفسه ما غيمكن ليه إلا يشتغل من أجل المواطن باش تبقى الثقة متواصلة بطبيعة الحال.